تعالوا نبدأ بالإنستجرام لأنه متفاعل عليه جداً وبيتابع محمد إمام 11 مليون و 300 ألف متابع ونشر لحد دلوقتي حوالي 1051 صورة وفيديو على الإنستجرام. أكاونت محمد إمام معظم صور وتريلرز لأعماله الفنية، فهو ناشر أكتر من 200 صورة ليه مع فنانين شاركوا في أعماله وكمان بوسترز لمسلسلاته. وطبعا محمد إمام معروف بحبه وتأثره الكبير بوالده عادل إمام، فلقينا أنه ناشر تقريبا أكتر من 50 صورة وفيديو بتجمعه بالفنان عادل إمام، واللي لفت نظرنا أنه دايما بيعمل كوميكس على مشاهد من أعماله. وكمان محمد إمام بيحب جدا ينشر فيديوز وتحضيرات وتدريبات لأفلامه. من الإنستجرام للتويتر بيتابع محمد إمام 2 مليون و900 ألف متابع، أما هو فبيتابع 10 أكاونتس بس، منهم نبيل الحلفاوي، أمير كرارة، صلاح عبدالله وغيرهم من النجوم، ونشر لحد دلوقتي 12 ألف تويت. وبكده نكون عرفنا محمد إمام بيتفاعل إزاي على السوشيال ميديا.